رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، هي الحلقة 13 في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. وكنا نتكلم في حلقتين مضتا حول العقد أو ما نسميه كتب الكتاب. تكلمنا عن أركان العقد، وتكلمنا عن الاستخارة التي يجريها الناس قبل العقد، وتكلمنا عن أشياء ترتبط بهذا الأمر، ولازلنا نتابع حديثنا عن العقد أو عن كتب الكتاب. الآن سأحدثكم عن شيء يسميه الناس الكتاب البراني أو كتاب الشيخ. ما حكم كتاب الشيخ أو الكتاب البراني؟ هذا الكتاب أو هذا العقد الذي يجرى قبل تثبيت العقد في المحاكم الرسمية. ما إن تلفظ الزوج مع والد زوجته بقوله زوجني ابنتك فقال له زوجتك، صارت الفتاة زوجتان لهذا الشاب، سواء كان هذا الأمر في المحاكم الرسمية أو كان في مسجد أو كان في جلسة خاصة أو في جلسة عامة، ما دامت أركان العقد الخمسة قد استوفيت في هذا الكلام. كتاب الشيخ الذي يجرى قبل تثبيت العقد في المحاكم، هذا كتاب، هذا عقد ثابت وصحيح في الأرض وفي السماء، وبناء عليه يترتب على الزوج كل أحكام الزواج فيما يتعلق بزوجته، ويترتب على الزوجة كل أحكام الزواج فيما يتعلق بزوجها. غير أني أنصحكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات ألا تجروا في هذا الزمان عقودا خارج المحاكم الرسمية. نسمع كثيرا عن مشاكل تحدث بعد عقد الشيخ، نسمع بأن العريس سافر ولم يرجع، ولا يوجد أي إثبات في الدوائر الرسمية حول زواج هذا الشاب بهذه الفتاة. أذكر مرة بأن رجلا جاءني في واحد من المساجد ليقول إن أخته قد عقد عليها رجل من بلد آخر، جاء إلى هذه البلدة وعقد عليها كتاب شيخ، وقد سافر هذا الرجل وانقطعت عنا أخباره منذ سنة، لم يتصل ولم يخبرنا شيئا. قال لي أختي الآن يأتيها الخاطبون الجدد، ما رأيك أن نزوجها؟ قلت كيف تفعلون؟ هذه زوجة لزوجها الأول، لقد تلفظ أبوك أو تلفظت أنت، قال لك زوجني أختك وقلت له زوجتك، وكان هناك شهود وكان هناك صيغة في هذا العقد، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت هي زوجة له. قال لكن انقطعت أخباره. قلت الحق عليك، لم تسجلوا هذا العقد في المحاكم الرسمية، لو أنكم سجلتموه لكنتم استطعتم بطريقة ما أن تتصلوا به، أن تخاطبوا السفارات، أن تصلوا إليه، فإن لم تصلوا إليه يستطيع القاضي الشرعي أن يطلقها إذا غابت أخباره وانقطعت ولم يؤمل عودته، ثم تتزوج زوجا آخر. أما الآن فهي زوجة في حكم الشرع لزوجها الأول.
قال ماذا نفعل؟ قلت الآن أنتم في أزمة كبيرة، الآن لابد تنزلون إلى المحاكم الشرعية لتثبتوا عند القاضي زواجها الأول، وتأتوا بالشهود الذين كانوا في أول مرة، وتأتوا بالعاقد الذي عقد لكم أو بمن أشرف على هذا العقد، ويسألكم القاضي الشرعي مرات ومرات يثبت زواجا، ثم بعد هذا يتأكد من غيبة هذا الرجل ومن عدم إمكانية الوصول إليه، ثم يطلقها القاضي الشرعي. بعد هذا هذه الزوجة أو هذه الفتاة تستطيع أن تتزوج مرة أخرى. لذلك أنا أنصحكم يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، خاصة في هذا الزمان، ألا نجري عقودا خارج المحاكم الشرعية، ألا نجري عقودا دون إثباتات شرعية. ثم يحدث مرة أيها الشباب أن شابا يعقد على فتاة كتاب شيخ، كتاب براني، ولا يسجل في المحاكم. بالطبع عندما يقول زوجني ابنتك ويقول زوجتك، ترتب عليه المهر كاملا إذا خلا بها خلوة شرعية، وإذا لم يخلو بها خلوة شرعية وجب عليه نصف المهر. مثلا يسجلون 100,000 مقدم و 100,000 مؤخر، بعد شهرين يطلقها هذا الشاب، يقول والله هذه الفتاة ما ناسبتني، أو هي تقول ما ناسبني، نريد الفراق. الآن إذا حدثت خلوة شرعية، الواجب على الشاب أن يدفع 200,000 إذا طلقها. الآن تأتي إلى بعض الشباب بعد أن يعقد هذا العقد الكتاب البراني، تقول له إذا أردت أن تطلق ادفع 200,000، حق هذه الفتاة، صداقها، مهرها حق لها. يقول ما هذا يا أخي، لأجل شهرين أدفع 200,000؟ أنا لا أريد أن أدفع. تقول يا أخي هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا حقها، أعطيها هذا الحق. يقول والله إذا كان لها حق عندي فلتذهب إلى المحاكم لتأخذه. بالطبع لا يوجد شيء في المحاكم مسجل، خاصة في هذا الزمان. الأفضل ألا تجري عقدا برانيا، ألا تجري عقد شيخ. ثم هناك ملاحظة ثالثة أيها الإخوة أيتها الأخوات، حول الكتاب البراني أو عقد الشيخ. يعتقد أو تعتقد بعض العائلات أن الكتاب البراني هو مرحلة تجريب، يعني يجرب هذا الشاب، يجرب هذه الفتاة خلال شهرين، ثلاثة، أربعة، إذا شاهدها جيدة سجلوا العقد في المحكمة، والفتاة أيضا تجرب هذا الشاب شهر، شهرين، ثلاثة، إذا ناسبها يسجل في المحاكم. أهل الشاب يطلعون على الفتاة، أهل الفتاة يطلعون على الشاب. يعتقد بعض الناس أن هذا العقد للتجريب. لا يوجد في الإسلام أيها الإخوة زواج تجريبي، لا يوجد زواج يختبر بعضنا بعضا فيه. قبل العقد اسأل عن الشاب ما استطعت، استقصي عنه ما استطعت، استفسر عنه ما استطعت، لكن ما إن قلت له زوجتك وقال قبلت، خلاص هذه زوجته في الأرض وفي السماء، وهذا العقد ميثاق غليظ أخذه الله تعالى علينا لزوجاتنا. وليست البنات ألعوبات بأيدي الشباب، وليس الشباب ألعوبات بأيدي البنات. الشرع جاء ليحفظ الأعراض، لا يوجد عقد تجريبي. ما إن قلت زوجني وقال زوجتك، هذه زوجته. إذا طلبت الفتاة طلاقا بعد شهرين أو ثلاثة، فلتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، مهما صلت ومهما صامت ومهما اعتمرت ومهما حجت، لقد غررت بهذا الشاب وقالت أنا لا أريده الآن، طلقني يا أخي طلقني، وربما قالت له لا أريد منك شيئا. لا يوجد عقد تجريبي في الإسلام، نجربه ويجربنا. والشاب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لو قال أنا يا أخي والله لا أريد أن أطلق هذه الفتاة، فليسمع حديث، أو لا أريد أن أبقيها عندي، أريد أن أطلقها، فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق.
أنا أنصحكم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات ألا يجرى في هذه الأوقات عقد خارج المحاكم الرسمية، وما إن أجرينا العقد فقد ترتبت جميع آثاره عليه. ثم نقطة أخيرة، هل يشترط في العقد أن يكون هناك شيخ؟ الجواب لا، نحن نسميه كتاب شيخ، نسميه عقد شيخ، منسميه كتاب براني، لكن لا يشترط أن يكون هناك شيخ. ما إن تبادلا الألفاظ زوجني ابنتك زوجتك مع باقي أركان العقد فالزواج صحيح، لكن الناس يتوسمون بالشيوخ الصلاح فيحبون أن يكون بينهم رجل صالح في ذلك العقد ليشرف على تنفيذ العقد إشرافا صحيحا شرعيا، ثم أيضا ليدعو للزوجين بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالكتاب البراني أو كتاب الشيخ. الآن بعض الأنكحة التي اخترعها الناس ولا يرضى عنها الشرع. هناك نكاح يسمى نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يتزوج رجل امرأة لمدة معينة. هذا النكاح كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام، لكن الإسلام جاء فنسخه، رفع نكاح المتعة، ثم إنه أبيح، ثم إنه رفع ونسخ إلى يوم القيامة. وهذه سياسة الإسلام في عدد من الأحكام الشرعية أنه يمشي بها بالتدريج، فالخمر حرمت بالتدريج، والصيام فرض بالتدريج، والصلاة أقرت بالتدريج وفرضت بالتدريج، ونكاح المتعة حرم بالتدريج. وكان في آخر أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، يقول زوجني ابنتك لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة سنتين أو أكثر أو أقل، ما إن أقت النكاح صار حراما، لأن النكاح في الإسلام عقد على التأبيد، زوجني زواجا دائما وليس زواجا مؤقتا. هذا أيها الإخوة واحد من الأنكحة التي حرمها الشرع، وهناك أنكحة أخرى نتابعها معكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في الحلقة 13 في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتحدث فيها عن العقد. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الأنكحة التي حرمها الإسلام ومنها نكاح المتعة. الآن حرم الإسلام نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يتزوج رجل امرأة على أن يزوجه وليها امرأته أو امرأة من عنده، يقول له: زوجني أختك وأزوجك أختي ومهر هذه مهر هذه، يعني مقايضة مبادلة. يقول له: زوجني ابنتك مثلا أو قريبتك وأزوجك قريبتي ومهر هذه مهر هذه، يعني لا تدفع أنت شيئا ولا أدفع أنا لك شيئا. هذا محرم في الإسلام، هو قليل في البلاد العربية والإسلامية، لكنه يوجد في بعض الأماكن. هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز شرعا أن تزوج امرأة إلا أن يكون لها مهر، قل هذا المهر أو كثر. هناك شيء ورد إلى بلادنا الإسلامية والعربية من بلاد غربية أو شرقية، يسمونه الزواج المدني. ما هذا الزواج المدني؟ نحن يا أيها الإخوة المسلمون إذا وقفنا نصلي وكبرنا تكبيرة إحرام قلنا بدعائنا في التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي ومماتي لله،
أنا عيشتي كلها لله، كل تعاليمي أخذها من السماء. المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه، لم يستطع أن يشتريه لا شرقي ولا غربي، وينظر في تلقي تعاليمه إلى السماء ولا ينظر فيها إلى الأرض. نحن نتزوج وفق الشرع. الزواج المدني هذا زواج جاءنا من بلاد غربية وشرعية وشرقية، يقولون فيه إنه لا يترتب ولا يجب عليك إذا أردت أن تتزوج أن تتقيد بضوابط الشرع في أركان الزواج. سبق معنا أن أركان عقد الزواج خمسة: الصيغة والزوجان والشاهدان والولي. الآن في الزواج المدني يقول: يا أخي لا يشترط وجود الشهود. إذا أنت أحببت فتاة، أردت أن تتزوج فتاة، أعجبتك فتاة، أنت أعجبك شاب، تأخذين بيده وتنزلين معه إلى أي دائرة حكومية، تقولون للمسؤول عن تثبيت عقود الزواج: أنا أريد هذا زوجا، يقول لك أو له: ترضى؟ يقول: نعم. يقول: خلاص زوجناكما من بعضكما البعض. أين الولي؟ في الزواج المدني لا يشترط الولي. أين الشهود؟ بالزواج المدني لا يشترط الشهود. أين الصداق؟ بالزواج المدني لا يشترط الصداق. هل هذا الزوج مشرك أو مسلم؟ في الزواج المدني لا يشترط. لو كان عبد بقر، ما دمت أحببتيه وأحبك خلاص تتزوجون. نحن المسلمين لا نرضى أن يشرع لنا إلا الله، لا يرضى المسلم أن يعلمه إلا ربه. وحسبك أيها المسلم فخرا أن الله هو معلمك، أن الله هو مؤدبك، أن الله هو الذي يقنن لك القوانين. فالزواج المدني الحمد لله هو مفقود من البلاد الإسلامية، من كثير منها، لكنها زوبعة وفقاقيع جاءتنا لا بد أن يعلمها الناس. نحن زواجنا لا يكون إلا شرعيا وفق شرع الله تعالى، أما الزواج المدني فلا يرضى عنه الشرع. الآن الفقرة قبل الأخيرة في مسألة العقد: ما هي سنن عقد النكاح؟ يعني إذا أجرينا عقد النكاح ما السنن؟ هناك سنن إذا فعلتها أجرت. السنة الأولى الإعلان، أن نجري عرسا، أن نخبر الناس، أن يجمع الشاب أصحابه ليقول: الحمد لله أنا تزوجت من فلانة بنت فلان. أن تجمع الفتاة أهلها وجاراتها وصديقاتها ويجرين لها عرسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، خبروا العالم بالنكاح. الخطبة يسن فيها الإخفاء، أما النكاح العقد أعلنوه، دعوا الناس يعلمون بأن فلانة صارت زوجا لفلان. أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، اضربوا الدفوف، افرحوا وغنوا وخبروا الناس بأن فلانة تزوج. وفصل ما بين الحلال والحرام الإعلان والدف. ما الفارق بين الذي يذهب والعياذ بالله إلى زنا والذي يذهب إلى زواج شرعي؟ ذاك يذهب بالخفاء لأنه يخجل من نفسه ومن نخوته ومن شرفه، وذاك يذهب بالعلن ليخبر الناس أن فلانا تزوج من فلانة. من سنن عقد النكاح أن نجري عقودنا في المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، هناك بركة. والمسجد أيها الإخوة ليس مكانا للصلاة وفقط، ليس مكانا لقراءة القرآن وحسب، بل من المسجد كانت تنطلق زيجات الصحابة، بل من المسجد كانت تعود جيوش الصحابة والتابعين، بل من المسجد كانت تربط الألوية وتعقد، من المسجد كان المسجد جامعة، وكان المسجد مدرسة، وكان المسجد صالة أفراح، وكان المسجد صالة حزن، وكان المسجد مكانا تلتقي به الجماعة المسلمة. وجميل أن نجعل أفراحنا في مساجدنا حتى ننطلق ببركة من بيوت الله تعالى. من سنن العقد الوليمة،
أو لم اصنع لنا طعاما وليمة على حسب قدرتك من المال، أو لم ولو بشات من السنة الدعاء للزوجين. إذا أرسلت بوكي من الورد اكتب عليه دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أرسلت بطاقة للعروسين تهنئهما اكتب عليها دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تذهب إلى العرس قل للعريس أو للعروس قولوا لهم دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. والبركة كثرة الخير، يعني أسأل الله تعالى أن يكثر الخير عليك ويكثر الخير لك وأن يجمع بينك وبين زوجتك بخير. الآن الفقرة الأخيرة فيما يتعلق بالعقد، ما حكم النكاح الزواج الصحيح اللازم؟ إذا أجرينا العقد وفق الأركان ووفق السنن الشرعية ماذا يترتب عليه؟ وهذا أمر مهم لكل شاب ولكل فتاة ولكل والد شاب ووالد فتاة أو والدة شاب ووالدة فتاة. ما إن جلسنا في المجلس العقد وقلنا: أنا والد العروس، إذا قلت لعريس زوجتك ابنتي فلانة على المهر الفلاني وكتاب الله وسنة رسوله بشهادة الشهود والحاضرين وقال لي قبلت، ما إن تلفظت بهذه الألفاظ فقد ترتب على هذه الألفاظ 7 أمور. الأمر الأول ترتب عليها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، يعني صارت بنتي زوجة لهذا الشاب، يعني لو أراد أن يدخل هو وهي إلى غرفة خاصة ويجلس ليس لي أن أقول له وأنا أبوها ممنوع أن تدخل أنت وهي إلى غرفة خاصة، ليس لك وأنت أمها أن تقولي له إذا أراد أن يجلس معها أنا بدي أقعد معكم بالغرفة، ليس لك كلما جلس مع بعضهما البعض وأغلق الباب أن ترسلي طفلا صغيرا ليدفع الباب ويفتحه عليهما. هذه زوجته شرعا يحل له منها الاستمتاع ويحل لها منه الاستمتاع. نعم هناك أعراف تراعى، لكن أرجوكم أيها الآباء وأيتها الأمهات دعوا الزوج مع زوجته، هو أصلا تزوج ليجلس مع زوجته جلسة خاصة، لماذا الأم كلما خرج العريس مع الفتاة قالت له خذوني معكم؟ لماذا الأم كلما اشترى العريس للفتاة للزوجة ثوبا تقول أين ثوبي أنا؟ أنا أمها، هو تزوجها هي ما تزوجك أنت، أنت تزوجت من زمان وزوجك جاءك بالأثواب الجميلة، الآن دور ابنتك. بعض الأمهات يصبن بالغيرة، ابنتي تذهب معه أنا لا أذهب، لقد جاء لي ابنتي بعقد لم يأتي لي بعقد، بثوب لم يأتي لي بثوب، أعطاها مبلغا من المال لم يعطنا. وبعض الأمهات يصبن بالغيرة، ابنتي أحبت زوجها كيف تحبه دون أن تحبني؟ هذه المحبة أريد أن أكون بينها وبين زوجها. حرام عليك أيتها الأم أن تؤذي ابنتك أو زوج ابنتك. ما إن تلفظنا بهذه الألفاظ زوجني زوجتك صارت الفتاة زوجة شرعية عند الله لهذا الشاب، دعيها معه. وسنأتي للحديث إلى الشاب ما الذي ينبغي عليه أن يفعل في فترة العقد. الآن ما يترتب ثانيا على هذا الأمر وجوب المهر. ما إن تلفظنا بهذه الكلمات يا شباب اعلم بأنك ما إن تلفظ بقولك زوجني زوجتك إلا وقد ترتب عليك أن تدفع المهر، الآن أن تدفعه مقدما ومؤخرا. إذا خلوت بالفتاة خلوة شرعية، يعني إذا أغلقت دونكما الأبواب وأغلقت الستائر خلاص وجب لها المهر كاملا لو طلقتها غدا، لو طلقتها غدا، أعراض الناس ليست ألعوبة في الشرع، وجب عليك المهر كاملا. فإن لم تحدث الخلوة الشرعية ما خلوتما وجب عليك نصف المهر. تقول يا أخي من أجل يومين أدفع نصف المهر، نقول لك لا تتزوج، إذا لم تكن رجلا تتحمل مسؤولية
لم يكن اختيارك صحيحا وفق الاختيارات التي مضت، لا تتزوج، لا تتزوج حتى تكون رجلا مسؤولا عن عائلة، وأنت لا تتزوجي حتى تكوني امرأة تستطيعين أن تكوني مسؤولة عن عائلة. يجب عليك ثالثا إذا تلفظت بهذه الألفاظ النفقة، عليك إطعامها وعليك كسوتها وعليك السكنة. يعني لو قالت لك زوجتك بعد هذا العقد مباشرة، مثلا لو تخيلنا، لا تجري العادة بهذا الأمر، بس لكن لو تخيلنا، لو قالت لك أنا أرجوك أريد منك مصروفا لأن أبي لا يعطيني مصروف، ما الحكم الشرعي؟ هل تذهب لتخبر أمك تقول أمي تخيلي من اليوم الثاني تقول لي أعطيني مصروفا؟ هذه في الشرع لها مصروف. هذا الزواج يا أيها الإخوة، الزواج مسؤولية، ليس الزواج غناء يغنى حبيتك وحبيتني وعلى باب بيتك لقيتني. الزواج مسؤولية، إذا كنت رجلا قادرا على أن تتحمل مسؤولية تفضل، لست قادرا لا تدخل إلى هذه المعمعة. هذه معمعة لا يدخلها إلا الأبطال، ينال منها أجورا عالية، وأنت أيتها الفتاة لقاء هذا الاحترام الكبير لك لابد أن تطيعي هذا الزوج. يجب عليك بعد تلفظ هذه الأقوال أن تطيعيه. لو قال لك أنا لا أرغب بخروجك وحدك من البيت، لن تخرجي بعد الآن. لا تقولي أنا لا أريد من يأسر حريتي، لا تريدي من يأسر حريتك لا تتزوجي، ابقي حتى تعنسي. أما إذا تزوجت يجب عليك أن تنضبطي بأوامر الزواج. الطبيبة في المشافي هل لها أن تفعل ما شاءت أو أنها تنضبط بقوانين الطب؟ الأستاذة الجامعية هل لها أن تأتي متى شاءت وتخرج متى شاءت أو أنها تنضبط بالبرنامج الجامعي؟ الوزيرة في الوزارة هل لها أن تتصرف كيف شاءت أو أنها تنضبط بالقوانين المرسومة والمرعية للوزارة؟ تنضبط. الزوجة في البيت هل تتصرف كيف شاءت أو أنها تنضبط بقوانين الزواج؟ قوانين الزواج أن تطيع زوجك. هذه أمور ثلاثة أيها الإخوة تترتب على العاقدين إذا تبادلا ألفاظ العقد. إن شاء الله تعالى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، نتابع بعدها حديثا فيه استمرارية عن العقد، فنلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي.